بالبيضة دي بس شعرك هيطول بسرعة الصاروخ. مش هتصدقي بجد النتيجة بعد الوصفة ديت، ان شعرك القصير خالص والخشن بقى ناعم وطويل جدا لحد الركب. ايوه بالوصفة دي وبالبيضة دي بس. هنضيف عليها مكون واحد بس بيديها نعومة وبيديها قوة ان هي تشتغل. ياريت لو انت اول مرة تشترك معانا او تشوف القناة اشترك بقى معانا عشان نحاول اي وصفة انا بعملها واستخدمتها في البيت هطلعها لكم على طول هنا ونستفيد كلنا بيها. ولو ما فعلتي زر الجرس ياريت تفعله واعمل لايك لبيحتاجه، اللي احنا اصلا لما بنروح نكشف بيدونا بخاخة كده عشان تملى الفراغات وحاجات تنعم الشعر، وبيدوكي شرايط كده معادن عشان معادن فيتامين اي واي وسي اللي هم مهمين جدا جدا للشعرايه وانباتها وتنعيمها. فهو انت احنا هنحتاج حاجات طبيعيه ووصفه انا عملتها وتقدري تستغليها وتعمليها. المكون التاني ايه بقى؟ المكون التاني اللي معانا هو الزبادي. الزبادي الزبادي بمكوناته المهمه جدا جدا. اي نوع زبادي على فكره تقدري تستخدميه في الوصفة اللي معانا دي بالمكونات الطبيعية اللي فيه. يعني هو فيه ايه مثلا؟ في بروتينات، في كربوهيدرات، في كالسيوم. الكالسيوم اللي احنا محتاجينه برضو اللي هو موجود برضو في البيض لإنبات الشعر. هنضيف ايه؟ هنضيف علبة زبادي كاملة. هتضيفي علبة زبادي كاملة للبيضة. تقلبي بقى مكوناتك كويس عشان توصلي النتيجة كويسة. وأهم حاجة في الوصفة دي ازاي انت هتحطيها وازاي تستخدميها، عشان كده لازم تتابعي معانا للآخر. وفي حاجة أنا هعملها، أنا بعملها يبقى دي الوصفة أصلا، بيض على زبادي. زي ما انتوا عارفين الزبادي برضو غني بالطاقة وغني بالبكتيريا المفيدة. البكتيريا دي لو عندك اصلا شعرك ده هايش او بايظ من اي انواع مشاكل في الشعر بيعالجها لك. هتقلبي المكونات دي من دقيقتين لتلاتة لحد ما تتمسك كده مع بعضها، لحد ما تلاقي الزبادي اختفي خالص في قلب البيض. يبقى المكونين طبيعيين بيملوا الفراغات. لو عندك فراغات في شعرك او انت عندك، مهم، حلو جدا 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 للتنعيم وبيدي كده نضرة او لمعة من اول مرة، فبالتالي هو كويس. الوصفة دي ذات نفسها احنا هنطبقها على الشعر بعد كده هنغسلها، صح؟ انا هعمل لكم غسول تغسلوا بيها، حاجة خاصة كده ليكم تغسلوا بيها. هي دي الوصفة، بس هي دي الوصفة الأساسية، بيض وزبادي، بيضة واحدة عليها زبداية. أي نوع من الزبادي مفيش منه مشكلة. أهي هيتقلبوا كويس. طب نستخدمه ازاي؟ أهم حاجة طبعا اول حاجة هنجيبها زي ما هي كده، هنحطها من ساعة لساعتين على الشعر. طيب هنغطي شعرنا، طبعا لازم تغطي شعرك. هنغطيه بايه؟ هتغطيه بكيس نايلون. هتجيبي كيس نايلون لازم يتغطى. بصوا اهم حاجة في الوصفة انكم تتابعوا انا استخدمتها ازاي. هتجيبيها ذات نفسها بايدك كده وتبعتي وتقعدي تدعكي في شعرك لحد ما تلاقوا الشعرايه اتملت من الـ الزبادي والبيضه. هتدعكوا كويس، حتى فروه الراس عشان لو مغذي ليها. طبعا لو عندك اي مشاكل من المكونات دي ما تستخدمهاش عشان لو عندك حساسيه او حاجه. طب بعد كده هنسيبها قد ايه؟ نسيبها ساعه لساعتين، وبعد كده تكوني مغطيها بايه؟ بكيس نايلون او بونيده. البونيده دي تسالوا عليها ويشتروها لو عايزينها. طب قبلها لازم ايه؟ شعرك يكون متسرح قبل ما تحط الوصفه دي. اوعي تحطيها وشعرك كده، لازم تسرحيه الاول كده وتبداي تحطيه. عايزه على فكره تضيفي زيت، مفيش منه مشكله على فكره، مفيش اي مشكله ان انا ضفت زيت هنا، مش هيقلل قيمته او حاجه، لا ده مفيش منه مشكله، حتى في التسريح هيبقى كويس. طيب كده الوصفة الأولى. أنا دلوقتي خلصتها وحطيتها على شعري، هبتدي أغسل شعري، صح ولا غلط؟ تمام. هبتدي أغسله. أغسله بإيه؟ أغسله بمية. أنا عن نفسي مش بغسله بمية، أمال بغسله بإيه؟
بجيب حاجة معايا، مكون حلو قوي قوي بعمله، وبعمل وصفة يعني كويسة. أول حاجة يبقى الوصفة دي يا جماعة ليكوا انتوا الوصفة ديت هي اللي بتظبط لك شعرك ببيضة واحدة، إنما ديت حاجة ليكوا بقى بيني وبينكوا كده. دي غسول نغسل بيه شعرنا بعد الوصفة دي أو قبلها، أو حتى لو انتوا مش بتعملوا الوصفة دي وبتعملوا وصفات تانية استخدموه. هنستخدم ايه؟ ورق الغار. كذا هي في كذا مكون، بس بالله عليكم ركزوا فيه. هنستخدم ورق الغار او بيسموه لولر، اللورة، يبقى اسمه ورق غار او لورة. هنحط 10 ورقات كده هنا، ده كله هيتغلي. طيب ايه المكون التاني؟ يبقى ده ورق غار اهو. المكون التاني هو هناخد معلقة من المرايمية اهي. بصوا شكلها عامل ازاي. تمام، معلقة من ناقص ايه عندي؟ ناقص الروزماري اهو، ده الروزماري اهو، او بيسموه اسم التاني، فلو عندكم في الدول العربية ليه اسم تاني قولوا لنا عليه. معلقة برضو منها. ناقص بقى لو انت عندك ايه، قرنفل، حط، مفيش منه اي مشاكل. هتحط كذا، هتحط قد ايه؟ برضو معلقة من القرنفل. المكونات دي يا جماعة بجد غسول رهيب اهو. ده قرنفل او بيسموه المسمار. هنجيب برضو ونحط. بعد كده هنقلب بقى ونغليه. هنغليه لمدة 10 دقايق، ربع ساعة كده او حاجة. حتى اصلا اول ما تحطيه وتقلبي هتلاقي اللون بدأ يتغير معاك. اللورة ديت او ورق الغار بيستخدموه في الاكل برضو، بيدي نكهة كويسة للاكل. وبالنسبة للروزماري هو احلى مكون، وهتلاقوا الناس كلها بتستخدمه كغسول، لازم شرط كغسول فيه للشعر، بينبت الشعراية وبيغذيها وبيديها لمعان. بعد كده هنعمل ايه؟ هنغليها على النار لمدة 1/3 ساعة. بعد ما نغليها، بس بشرط تكونوا بتغلوها تكونوا مغطينها بحاجة، لازم تتغطى كده بحاجة. تمام، بعد ما تغطيها تصفيها وتستخدمي المية بتاعتها لما تبرد، وتغسلي بقى شعرك بعد الوصفة ديت. بعد اي وصفة هتفيدك جدا. يبقى بتستخدم ايه؟ ورق غار، هناخد 10 ورقات اي ورق غار عشان لو حد شايفه، وروزماري معلقة شكله، وريحته رهيبة، والمريمية او المرية اهي معلقة برضو، والقرنفل او المسمار. هنغليهم ونستخدم الماء بتاعتي. يبقى الوصفة اللي كانت اساسية هي بيضة عليها علبة زبادي كاملة، نقلبهم كويس، وبعد ما نقلبهم نحطهم على شعرنا ساعة لساعتين، هينعمهولك. لو عندك مشاكل في الشعر بقى، ماسك، هايش، بيقع منك، في فراغات كتير، كل ده هيعالج. فهي دي الوصفة، ويا ريت لو استفدتوا بقى معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان كل المعلومات توصل لكم. ويا ريت لو انت مشاهد جديد ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده وتشيره لكل الناس، وانت شيريه عشان العرسان الجداد يستفيدوا معاكي وكلنا نستفيد مع بعض. وبنشكركم جدا على دعمكم لينا، واي حد محتاج وصفة او حاجة يقول لنا ويكتب لنا عشان نعملها له ونكون سبب في مساعدته. بنشكركم جدا جدا على دعمكم لينا.